موجة من التسريبات بشأن اتفاق جدة المزمع توقيعه بين الشرعية والمجلس الانتقالي، ترقب وجدل بشأن بنود الاتفاق ونتائجه. هل يعيد الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية إلى ما قبل تمرد أغسطس؟ أم يذهب بها إلى أبعد من واقع اليوم؟ أهلا بكم. تسريبات متناقضة بشأن بنود اتفاق جدة وتحديد موعد له. تحاول السعودية عبره التوصل لحل يعيد القضية اليمنية إلى ما قبل الأزمة التي فجرها المجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات. تتحدث مصادر إعلامية عن خلافات مستمرة وحوار قائم لحلها، وكشفت أخرى مقربة من الحكومة عن تقدم الإمارات بتعديلات على صيغة الاتفاق قُبلت بالرفض من الجانب الحكومي. متحدث الحكومة اليمنية راجع حبادي خرج بتصريح نفى فيه بشدة ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق وتحديد موعد توقيعه، بل ووصف التسريبات حوله بالعارية عن الصحة، كما شدد على ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة والالتزام بالثوابت الوطنية. إذن بعد كل ذلك، هل ستفضي جهود المملكة العربية السعودية إلى توقيع اتفاق جدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي؟ ما هو الشكل الأكثر قبولاً للاتفاق من قبل الأطراف اليمنية؟ وإلى أي مدى يبحث كل طرف فيه على تحقيق الأهداف الجماعية لليمنيين ويتمسك بالثوابت الشعبية والقرارات المتوافق عليها؟ النقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا عبر الإقمار الصناعي من عدن الصحفي ياسر اليافعي، وعبر السكايب المحلل السياسي أنيس منصور. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد اليافعي، ما الذي سيفضي إليه اتفاق جدة برأيك؟ أهلا، مساء الخير أخي الكريم. طبعا اتفاق جدة كما هو متوقع أن يفضي إلى توحيد كافة الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثي وإنهاء المشاكل التي افتعلتها بعض الأطراف السياسية بهدف السيطرة على هذه المحافظات عقب الانتصارات التي تحققت فيها منذ 2015. بالتالي كان طرح الجميع دائما منذ 2015 أن تتوجه الجهود باتجاه قتال الحوثي وتحرير صنعاء وأي مواضيع خلافية تترك إلى ما بعد تحرير صنعاء وإلى الحوار الكبير الذي سيشمل كل الأطراف. لكن للأسف كانت هناك أطراف تطعن من الظهر توجد وحدات عسكرية هدفها السيطرة على الجنوب عقب الانتصارات التي تحققت في هذه المحافظات عقب الحرب على الإرهاب وتطهير هذه المحافظات، وبالتالي حدث في المحافظات الجنوبية ما حدث، وطبعا يتحمل ما حدث بعض الأحزاب الانتهازية وقوى الفساد التي تريد العودة بنا على نقطة الصفر. اليوم نأمل من اتفاق جدة ومن المتحاورين في الرياض أن يوصلوا إلى صياغة واحدة وواضحة توجه الجهود باتجاه الحرب على الحوثيين بشكل كامل وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة ووقف حرب الخدمات التي استخدمتها الحكومة منذ 2015 لتعذيب أبناء المحافظات الجنوبية بهدف إبقاء هذه المحافظات تعيش حالة من الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية. وأعتقد هذا مطلب كل الشعب اليمني في الشمال والجنوب. حكومة فشلت في تحرير أي محافظة في المحافظات الشمالية، فشلت في كافة ملفات الخدمات، لم تحارب في أي منطقة الإرهاب والمناطق التي تسيطر عليها الإرهاب يتوسع وينتشر. بالتالي هذه الحكومة أعتقد أنه بقائها أمر كارثي، لذلك لابد من تغيير هذه الحكومة بحكومة كفاءات، وهذا كان مطلب المجلس الانتقالي منذ إعلانه. المجلس الانتقالي لم يأتي ويعلن فك الارتباط، هو تحدث عن قتال الحوثيين وشراكة مع التحالف العربي في قتال الحوثيين والإرهاب ثم ترك مفاوضات الحل النهائي إلى ما بعد القضاء على الحوثيين. لكن كان الخلل في كل مرة، ودائما يأتي من بعض القوى الانتهازية التي هي بعضها ثلاث قوى رئيسية، قوى متحوثة داخل الشرعية وقوى موالية لقطر وتركيا داخل الشرعية وبعض الجنوبيين الذين فقدوا مصالحهم ويرون أن ظهور قوة أخرى في الجنوب ستفقدوا مصالحهم ويدعون أنهم مثل الجنوب. هذه الأطراف لا يمكن أنها ترضى أن تنهي الحرب ولا يمكن أيضا ترضى أن ينتهي الحوثي، فهي تعيش طيب في فيها ثلاثة أطراف مستفيدة تعرقل هذا الاتفاق. دعني أسأل سيد أنيس منصور حول ذات السؤال المشترك. سيد أنيس منصور، ما الذي سيفضي إليه اتفاق جدة برأيك؟ طبعا أنا تنبأت وتحدثت مع كثير من وسائل الإعلام والقنوات على أن اتفاق جدة لا يمكن أن يكتب له النجاح، بل دعني أقول مستحيل أن يكتب له النجاح لعدة أسباب. السبب الأول انعدام الثقة،
لا يوجد ثقة بالطرفين، لا يثقون بالآخر. الأمر الآخر أن الحوار اليوم أصبح مهزلة وخروج عن المسار المتفق عليه. هل جاء التحالف من أجل أن يشرع جماعة انقلابية انقلبت على الدولة والشرعية والجيش وقتلت وسحلت وبنت جسورا من النار، وفوق هذا وذاك أنت تقوم وتفاوضهم وتقدم لهم تنازلات من حق الدولة ومن الثوابت الوطنية اللي هي الوحدة والشرعية والدولة والثورة؟ هذا أولا. الأمر الآخر، الحوار هو ليس بين الانتقالي والحكومة كما يسوقه البعض أو يروجه البعض. بين من ومن؟ الحوار هو حوار ما بين الإمارات وما بين الحكومة الشرعية. هو ما بين الإمارات وما بين الحكومة الشرعية، وبالتالي أي حل أو مفاوضات أو مشاورات أو مسودة أو حل إذا لم يفضي في إخراج أو خروج الإمارات من دعم الانتقالي فإن الجمعة هي الجمعة والخطبة هي الخطبة والميليشيات هي الميليشيات والدعم هو الدعم، وبالتالي نحن أمام اتفاقية. إذا صعنا فنحن على اتفاقية سايكس بيوكو جديدة تشرع عن الأطماع الاستعمارية التي تريدها وتحشد إليها الإمارات، وما الانتقال إلا جند من جنودها وصنيع من صنيعها وتنفذ به أجندتها. صراحة لابد أن تكون هناك صراحة مكشوفة ما بين الطرفين. هؤلاء الذين كانوا يدعون الانفصال ويدندنون على مظلومية الجنوب اليوم يتحدثون عن حكومة كفاءات ويتحدثون عن مناصب ويريدون مناصب في إطار الدولة. أنت ستحلف يمينا أنك محافظا على الشرعية والدولة والوحدة، كيف ستعمل؟ أنت ستحلف يمينا أمام العلم اليمني وأمام الرئيس اليمني وأمام المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كلها هذه عبارة عن ثوابت يتم الانطلاق التوجه إليها والحديث عنها. فبالتالي أنا أقول لك لا، الرئيس عبد الرب منصور هادي رافض رفضا قاطعا بعض المطالب. هذه المطالب هي إزاحة بعض الوزراء الذين ثبتوا وقت المعركة للدولة والشرعية، يتم اشتراط الإمارات بإزاحتهم. معنى ذلك أن الرئيس يتخلى عن جنوده وعن أفراده وعن أتباعه، وأن ذلك أن احنا طيب. يوم غد سيكون هناك انقلاب لجماعات أخرى وعصابات أخرى سنقدم لهم تنازلات. طيب، يعني في هذا السياق، في سياق الحديث سيد أنيس منصور وكذا سيد ياسر اليافي، أنا قمت بعمل استفتاء على صفحتي في الفيسبوك حول هذا، يعني حول هل المستفتون يعني متفائلون حول اتفاق جدة. حوالي 64% من المستفتى آرائهم قالوا إنهم غير متفائلين بنتائج الاتفاق بغض النظر لمصلحة من سيذهب هذا الاتفاق. حوالي 36% هم متفائلون بهذا الاتفاق. لكن أسألك سيد ياسر اليافعي، يعني أن تحدد الآن ثلاثة يعني جهات هي من تعرقل هذا الاتفاق وهي المستفيدة من بقاء الأوضاع على ما هي عليه، المتحوثون والموالون لتركيا بداخل الشرعية بتركيا وقطر، كذلك المتنفذون المستفيدون من الحكومة والقريبين من السلطة، وكذلك الأطراف الجنوبية الأخرى. لكن يعني هناك سؤال يجري تداوله لدى الرأي العام اليمني بخصوص الشراكة التي يتحدث عنها الانتقالي مع الشرعية التي رفع السلاح بوجهها في نهاية المطاف، تم وصفها بكل ما هو سيء، والآن هناك حديث عن حقائب وزارية أو حقائب بداخل الحكومة القادمة، كيف يمكن ذلك؟ أولا دعنا نرد على الأخ أنيس، التحالف العربي لم يتدخل حتى يعين أنيس ملحق سفاري أو ملحق في سفارة أو يتنقل من دولة إلى دولة، ولا حتى من أجل أن يعيش الوزراء الحكومة الحالية في فنادق وفلل خمسة نجوم ويسلمون 10,000 دولار والمواطن يموت جوع. التحالف العربي تدخل من أجل حفظ الأمن القومي للمنطقة بشكل أساسي ويعني وأولوية كانت بالنسبة لتدخل التحالف العربي، وكلنا يعلم ما على ماذا نص البند السابع الصادر على الأمم المتحدة. دعنا ندخل بشخصنة الحلقة سيد اليافعي. نعم،
ليش شخصنا، ولكن باب التوضيح، التحالف العربي لم يأتي من أجل عيون وزراء فاسدين، التحالف العربي جاء من أجل مهمة، من أجل استعادة الشرعية، الشرعية بمفهومها الكبير، وليس بعدد من الوزراء الذين حاليا يريدون عرقلة أي حوار أو أي حلول حتى لا يخسروا المميزات التي كسبوها خلال 5 سنوات. فيما يخص على جوابك، أعتقد أن كان مطلب الانتقالي منذ تأسيسه أنه لابد أن يكون شريك في إدارة المحافظات الجنوبية المحررة، لأنه كان صاحب الانتصارات فيها ومن صنع الانتصارات فيها، وقواته هي التي تحمي هذه المحافظات، وهذا أعتقد أمر يعني طبيعي ومن حق قيادة المجلس الانتقالي الذي حصل على تفويض شعبي. لكن أنت ألم تقل قبل قليل سيد اليافعي، ألم أنت تقل قبل قليل أن كل المعارك يجب أن تؤجل، الهامشية يجب أن تؤجل إلى ما بعد العودة إلى صنعاء وإخراج وطرد الحوثي منها؟ هذا أنت يعني هذا الكلام أنت قلته قبل قليل في إجابتك على السؤال المشترك. نعم، هو هذا كلامي بالله عليك، يعني مثل ما حدث في شبوة، كانت شبوة مؤمنة من أبناء المحافظة النخبة الشبوانية، ثم يأتي قوات كان المفروض أن تحرر صنعاء ومناطق في محيط صنعاء لتجتاح محافظة شبوة. أعتقد هذا الأمر مرفوض، يعني من هذا الكلام هل يرضي أي إنسان عاغل في اليمن؟ طيب يعني كل ما حدث في عدن 2 أغسطس وبقية المحافظات الجنوبية أليست معركة هامشية أيضا تشتت المعركة بمواجهة ميليشيات الحوثي كما تقول؟ من فتح هذه المعارك ويتحمل المسؤولية؟ أخي الكريم، أنا أسألك سؤال، عندما تحررت المحافظات الجنوبية كلها، عدن، لحق، الضالع، وصولا إلى الساحل الغربي والحديدة، إن كان ما يسمى الجيش الوطني، إن كان علي محسن، إن كان حتى الرئيس هادي، يا أخي خلال فترة الحرب في عدن، وكان محافظ عدن نايف البكري، لم يتصل الرئيس هادي اتصال واحد بنايف البكري، وهذا تكلم بنايف البكري بنفسه، ثم اليوم يتم الحديث عن جيش وطني، وهذا الجيش هو من ساهم في احتلال المحافظات المحررة، لا نعترف يا أخي بهذا الجيش في هذه المرحلة، نحن نقاتل إلى جوار التحالف العربي معترفين بشرعية هادي كرئيس لكل اليمن وليس رئيس الحزب أو جماعة نافذة، نقاتل الحوثيين بعدين نأتي إلى حوار شامل. كلنا يعلم أن مخرجات الحوار اعترض عليها أبناء الجنوب في 12 مليونية في العام 2014 فقط، فبالتالي لا يمكن فرضها عليهم اليوم بالقوة. أن كيف تفرض عليها مخرجات حوار وستة أغاليم وصنع العاصمة اليمنية ما زالت بيد الحوثي؟ من يرضي هذا الكلام يا أخي بالعقل والمنطق؟ كيف صنع عاصمة اليمن الموحد كما يقولون تحت سيطرة الحوثي وأنت تدفع بقواتك لاحتلال المحافظات الجنوبية؟ هل هذا عدل؟ هل هذا يرضي يعني كل وطني أو كل يمني شريف في الشمال أو الجنوب؟ هذا الأمر أعتقد يعني ليس منطقي على الإطلاق. نحن نعيد ونكرر وما نطرحه دائما، تعالوا نقاتل الحوثي حتى ننتهي من الحرب، ثم نبحث مسألة دمج قوات الجنوبية. لا يوجد جيش وطني اليوم في اليمن، الجيش الوطني هو عبارة عن ميليشيا تابعة للإصلاح، ميليشيا تابعة للهادي، ميليشيا تابعة لطارق عفاش، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. لا يوجد جيش وطني على الإطلاق. بعد ما ننهي قتال الحوثي، تعالوا نبحث كيف يدمج هذه القوات في إطار حل سياسي شامل. أما اليوم نتحدث عن استهداف للجنوبيين وقضيتهم، وأنيس منصور يعرف من متى خرج الجنوبيين قبل أن تأتي الإمارات. أنيس منصور كان يأتي إلى الحبيلين حتى يعطوه حق كتابة الخبر الصحفي عندما يغطي مليونيات الحراك الجنوبي قبل أن تأتي الإمارات. اليوم الإمارات سحبت قواتها من معظم المناطق، سقطت أسطوانة الكاذبين، وستبقى الإمارات بأفعالها وما قامت به من إنجازات، سواء كان ذلك في 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 دحر ميليشيا الحوثي وفي مكافحة الإرهاب وفي تطبيع الحياة إلى الأبد، بينما أسطوانة الكاذبين المشروخة باحتلال الإمارات الجزيرة السقوطرة ومينا عدن وباب المندب ستظل أيضا عار تلاحق كل من حرض على الإمارات التي صنعت الانتصارات، بينما الباقين هاربين في الرياض وتركيا وقطر وغيرها. سيد أنيس منصور، ما رأيك بما تفضل به السيد ياسر اليافعي؟ طبعا أنا أقول كما يقال شر البلية ما يضحك. عندما تهاجم الشرعية وتهاجم وزراء الفنادق، معنى ذلك أنك تهاجم المملكة العربية السعودية التي تستضيفهم وتعطيهم ويعني منها. الأمر الآخر، كل مرتبات الوطني من المملكة العربية السعودية، فهل المملكة العربية السعودية تدعم ميليشيات وتدعم الإرهاب كما يدعي هؤلاء؟ أولا. ثانيا، مصطلح الإصلاح، الإخوان، تركيا، قطر، هذه نغمة أصبحت لا يمكن أن يصدقها عاقل. هي نغمة تريد أن تنفذ بها الإمارات أجندتها وزراعة خطوم وصناعة خطوم لا وجود لتركيا ولا وجود لقطر. هل تقبل السعودية أن يبقى القطريين والتركيين في القرار الشرعي وتدعمهم وتمولهم؟ هل هذا
اتهام صريح للمملكة العربية السعودية. لا لكن الرجل قال نقطة يعني في سياق حديثة، قال نقطة مهمة فيما يتعلق أن على القوات بدل من أن تهاجم وتذهب إلى شبوة كان عليها أن تذهب إلى صنعاء لتحرر صنعاء. ما الذي يعيق هذه القوات المتواجدة على تخوم صنعاء والتي يعني طال الحديث دوما على أنها اقتربنا يا صنعاء والموعد في صنعاء، لماذا لا تذهب إلى صنعاء؟ لماذا ذهبت إلى شبوة؟ دعني أضعك أمام مسارين. كان الأولى للقوات الحزام الأمني التي انقلبت على عدن واقتحمت معسكرات الحماية الرئاسية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمؤسسات الدولة أن تذهب لتحرر صنعاء أو تحرر الضالع أو تحرر ما بعد كرش والشريقة، بدلاً من أن تذهب يعني تواجه الجيش الوطني. فلماذا نسأل؟ الأمر الآخر الذي أضعت عليه أنا، إذا كنا أصبحت موضوع مكافحة الحوثي شماعة لتنفيذ مشاريع، التطورات الأخيرة السعودية ترسل تتواصل مع رئيس وزراء باكستان للوساطة مع إيران، الإمارات تبعث طحنون شخبوط من طحنون أو طحنون من شخبوط أو من هذه الأسماء الموجودة الإماراتية للتفاوض مع إيران لمسألة الحل السياسي. التحالف الذي أو الإمارات التي جاءت باسم التحالف لم تأتي لمواجهة الحوثي. اعطيني صورة من صور الإمارات في مواجهة الحوثي. الإمارات عززت قوة الحوثي من خلال إنشاء ميليشيات، خلق معارك جانبية، مواجهة الشرعية، منع عدم عودتها إلى عدن، السيطرة على المنافذ، على الموانع، على المطارات، شل الحياة، افتتاح سجون سرية. هل هذا الهدف الذي جاءت من أجله الإمارات أم جاءت بمواجهة الميليشيات الحوثية كما تدعي؟ موضوع مصطلح اليوم الحوثيين يضربون السعودية لأنها عدو استراتيجي معهم، لكن هل ضربوا يوما من الأيام الإمارات؟ هناك تناغم، تناسب، ترتيب ما بين الإمارات وما بين إيران، هناك حقائق، هناك معطيات، هناك برهان، هناك أشياء تؤكد على أن الإمارات جاءت لخدمة إيران. وهؤلاء القيادات الذين هم موجودين، عفوا لو سمحت، وهؤلاء القيادات حق الانتقالي لو تعود إلى خلفيتهم التاريخية كانوا في بيروت، والزميل الأخ ياسر كان مراسل قناة صحيفة الأخبار اللبنانية الخاصة بحزب الله، وكلنا زملاء. دعنا لا نشخصن الحوار يا سيد أنيس منصور، يعني لا أنت ولا ضيف الآخر، أرجو لا نشخصن الحوار حتى لا ندخل في يعني معارك هامشية كما يقال. دعونا نركز على النقطة الأساسية. يعني الآن اسمح لي أن أعود إلى مسألة اتفاق جدة في هذا السياق سيد اليافعي. يعني الانتقالي كان جزءا من الحكومة الشرعية فيما قبل، كان شريكا فيها في فترة من الفترات، أو على الأقل قيادات بارزة فيه، في لحظة من اللحظات خرجوا عن هذه الشرعية، قالوا أنها فاسدة، قالوا أنها غير قابلة للتعامل، وصفوها بكل الأوصاف. الآن يريدون من جديد كما تقول أنت أيضا شراكة مع هذه الشرعية. يعني في نهاية المطاف الحكومة ستكون متواجدة على الأراضي التي يشرف أو يسيطر عليها المجلس الانتقالي بقوات السلاح. إذن كيف يمكن التنديد بوجود أناس الآن تتفقون على إرجاعهم إلى عدن؟ طبعا بس رد على الأخ أنيس لما يقول في الجبهات التي انتصرت فيها الإمارات، أنا أسأله في الجبهات التي انتصرت فيها الشرعية. عدن لاحق أبين الضالع وصولا إلى الحديدة كانت كل هذه الجبهات تحت إشراف الإمارات، وقاتل فيها أبناء الجنوب أو القوات الجنوبية. أما الشرعية وين؟ يعني مكانها في مأرب، ولم تتقدم حتى تقريبا 10 أمتار باتجاه صرواح بنفس المناطق من 2015. يعني حديثهم بهذا الموضوع يثير السخرية أكثر مما هو حديث. طيب يقال دعني وسائل دعني نعود إلى نقطة فيما يتعلق باتفاق جدة الآن. فيما يخص سؤالك، فيما يخص الإجابة على سؤالك، فيما يخص الإجابة على سؤالك، الانتقالي هو جاء بعد، لو نتحدث على سير أو حتى على مكونات شرعية، يعني بصورة بسيطة، الشرعية تتكون من بقايا أحزاب من حزب الإصلاح، وبالإضافة من بعض النافذين الذين حول هذه، هؤلاء هم من يمثل الشرعية اليوم. هل أنت كمتابع ومراقب راضي بأداء الشرعية خلال 5 سنوات؟ هذا سؤال يوجه لكل يمني. هل الشرعية
قدمت ما يرضي المواطن اليمني خلال 5 سنوات؟ بكل تأكيد لا، لم تقدم شيء. لا حررت المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين، والحوثيين كل يوم في قوة ووصلوا إلى عمق المملكة العربية السعودية نتيجة ضعف هذه الشرعية. بالتالي أعتقد أنه اليوم الانتقالي سيقدم تنازلات، إن قدم تنازلات بعودة حكومة وطنية أو حكومة كفاءات وليست الحكومة السابقة، من أجل مصلحة واحدة وهي دحر الخطر الإيراني عن اليمن. يعني ما هي الرؤية؟ يعني أنت تتحدث عن ملامح وهو في تبدو ذلك عامة، يقدم ورقة تنازل ليش؟ حكومة وحدة وطنية ومن ثم حكومة كفاءات، ما هي الملامح رؤية أو ما هي نقاط رؤية الانتقالي فيما يتعلق بالاتفاق؟ يعني على ما الذي يريده الانتقالي بالتحديد حتى تعود الأوضاع في المحافظات الجنوبية بخير وعافية، تعود الحكومة للعمل، يعود الرئيس عبد الرب منصور هادي للعمل بدون ما تقول أنت أنه معارك هامشية؟ هو هي شغلة بسيطة، يبتعد هادي عن حزب الإصلاح وإدارة حزب الإصلاح للرئاسة، وكذلك عن المتنفذين الذين أذاقوا الويلات لأبناء عدن والمحافظات المجاورة خلال 5 سنوات. متى ما حسم هادي قراره وابتعد عن سيطرة حزب الإصلاح والمتنفذين، أعتقد أنه سيعود عدن وسيكون على رأس كل جنوبي. أما أن يترك الأمر لحزب الإصلاح يعين من يريد ومن في أي وقت يريد ومن يشاء ويقيل من أراد، حتى وإن كان من يغيله من القيادات الجنوبية الكفؤة، أعتقد لن يرضى ولن يكون حتى قبول لهادي من المواطنين في المحافظات المحررة. نحن اليوم نتحدث عن حقبة جديدة الانتقالي سيقدم فيها تنازل محدود وبسيط بعودة حكومة كفاءات إلى عدن تدار تحت إشراف وإدارة المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية. يا أخي نكون واضحين وصريحين، منهم اليوم في الجيش في المحافظات الجنوبيه في القوات الحزام الامني في النخب هم ابناء الجنوب، هل تريدون ان نعدمهم ونجيب بدالهم ابو زنه من مارب ومن الجوف؟ لا يمكن، لا يمكن هذا ان يحصل في المحافظات المحرره. بالتالي هؤلاء هم ابناء الجنوب، على الرئيس هادي ان يحتويهم، ان يحتويهم ليكونوا سند ودافع له لتحرير ما تبقى من محافظات تحت سيطرة الحوثيين. الرئيس هادي عاد مرفوع الرأس ووصل إلى معسكر العند ومعسكر لبوزة وأشرف على القتال هناك بفضل حراسة أبناء المحافظات الجنوبية أو القوات الجنوبية وفضل القيادات الجنوبية وفضل طائرات الإمارات التي كانت تراقبه وتحميه من السماء. وعندما تخلى عن هؤلاء وتمسك بأشباه الرجال في الموجودين في الرياض، ما هو مصيره اليوم؟ لم يعد إلى عدن منذ 4 سنوات. بالتالي علينا يتمسك بأبناء الأرض وسيكونون معه، وإن أراد أن يتمسك ببقايا أحزاب سياسية يريدون الويل والثبور للمحافظات المحررة لن يكون مع أحد، ولن يستسلم المواطن في الجنوب. حتى وإن وقع المجلس الانتقالي على أي أمر فيه تنازل ويمس جهر قضية الجنوب سنكون كلنا ضده، وسنظهر أنا بنفسي صادر من هذه القناة أهاجم المجلس الانتقالي الجنوبي. بالتالي نحن والمجلس الانتقالي بيننا عاد أنه سيحفظ ويحمي القضية الجنوبية ونقدم تنازلات مرحلية، لكن إن تنازل بشكل كامل سنكون جميعا ضد الجنوبي لديهم قضية من 2007 والكل يعرفها قبل أن تأتي الإمارات قبل أن تأتي السعودية. وتذكر كلامي، إن تم التوقيع على اتفاق جدة سيهاجم أنيس منصور المملكة العربية السعودية واتهمها بأنها احتلال كما هاجموا الإمارات، لأنهم يتبعون أجندة وكلام غني ومحفوظ. طيب أنا سأنقل هذه النقطة للسيد أنيس منصور في كل ظهور يعني في القنوات الفضائية. يعني سيد أنيس منصور لك حرية الرد إذا أردت أن تعلق على هذه النقطة، لكن أيضا يعني هناك نقاط قوية فيما يتحدث به السيد ياسر اليافعي. يعني الرئيس عندما ابتعد عن الجنوبيين كما يقول، عن حاضنة، عن من يفترض أن يأخذ بيدهم ويحتويهم، ما عاد قادرا على الدخول حتى إلى عاصمته المؤقتة التي أعلنها، بقي هاربا في الرياض. لماذا لا يعني يترك الرئيس هذه هؤلاء النافذين، هؤلاء الأحزاب التي يعني أكل عليها الدهر وشرب، ويعود إلى هذه الأحزاب الجديدة التي يبدو أنها تلبي احتياجات الجماهير في محافظات الجنوبية؟ طبعا أخي العزيز، الرئيس عبد الرب منصور هادي احتوى الجنوب وأعطى الجنوب ما لم يعطيه وثيقة العهد والاتفاق، ولا تعطيه أي الانتفاضات الجنوبية التي كانت من عام 2007 حتى اليوم. هذا أول. وهناك خيار مناصفة ما بين الشمال والجنوب في مخرجات الحوار الوطني. الرئيس عبد الرب منصور هادي قابل المجلس الانتقالي وكانوا وزراء ومحافظين فشلوا في إدارة الدولة وفشلوا في كل شيء، يشكلوا موضوع الانقلاب، لأنهم كانوا يعني ضمن اتفاق أنهم أجندة للإمارات، خرجوا عن الإطار الوطني وعن الإطار الشرعية، وبالتالي تم إزاحته. فكيف سيحتويهم وأنت يعني تطعن فأسك وسكينك وخنجرك على ظهرك؟ هذا أولا. الأمر الآخر يا أخي، عندما يتحدثون عن الإصلاح
36 وزيرا في حكومة الشرعية، فيهم 3 وزراء الإصلاح. فماذا هو الحديث عن الإصلاح 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 وغيرها من الحديث؟ الأمر الذي يمكن أن نضعه، الانتقالي لا يمثل إرادة الجنوب ولا صوت الجنوب. الانتقالي عبارة عن خليط من الرابطة والاشتراكي والمؤتمر، بعضهم كانوا قيادة المؤتمر وبعضهم كانوا قيادة الرابطة وبعضهم في الحزب الاشتراكي. هؤلاء الذين جمعهم هو جمعهم مسار العمالة والدرهم والمال الإماراتي لأن يكونوا أداء إماراتية واضحة. الأمر الذي يمكن أن نضعه، هناك مكونات جنوبية في الشارع الجنوبي، أكثر من 16 مكون جنوبي فاعل على الأرض. هؤلاء لديهم خيار آخر وصوت آخر. الموضوع الجنوب واسطوانة الجنوب واحتواء الجنوب وغيرها صعب. هناك معطيات. يا أخي أنا لماذا لا تعلن الانفصال؟ ما دام لديك جيش وتدعمك الإمارات ومعك محافظات لحج والضالع وعدن، لماذا لا تعلن البيان رقم واحد وتعلن الانفصال ما دام تتعدل؟ موضوع الدغدغة في موضوع مظلومية الجنوب، هذه لا اسطوانة فشلت. أنهم هؤلاء لا يريدون جنوبا ولا يمكن أن يكون جنوبا. الجنوب اليوم السيناريو أن يكون عبارة عن جنوبات، عبارة عن تكوينات، عبارة عن كنتونات صغيرة لحتى يتم تنفيذ أطماع الإمارات. لا يمكن أن تحصل على أطماع في وحدة الشعب اليمني، ضروري من تفكيك النسيج الوطني. هناك صوت لأبناء حضرموت، يريدوا حضرموت أن تكون حضرمية أصل وليس لها منعطف تاريخي ضمن الجنوب العربي. هناك أصوات يعني أنا أفهم من كلامك أن الانتقال الآن حتى مطلب الانفصال هذا ما عاد قادرا على تحقيقه، هل أفهم من كلامك هذا يعني هذه النقطة؟ الانتقالي عبارة عن مكون انتهازي يبحث عن مصالح لأجندة الإمارات أو مكاسب سياسية. لا يمكن، لا يؤمن بقضية الجنوب ولا يمكن أن يحقق شيئا، بل خدم الجنوب. أنا أقول لك في شبوة وفي حضرموت وفي المهرة وفي كثير من المحافظات الجنوبية جاء مرحلة لا تستطيع أن تقول بالروح بالدولة نفديك يا يمن بسبب المزاج اللي كان موجود. اليوم بسبب مراهنات الانتقالي استطاعت مساحة كبيرة جدا أن تكون وطنية مع الوطن وتخضع للوطن وتحتفل. كنا نحتفل في قاعات ب 26 سبتمبر، نحتفل في قاعة اليوم ميادين واحتفالات على طول وامتداد حتى شقرة وحتى لودر وحتى مودية وحتى أبيان. وأقول لك كان اللي يستطيع أن يتم تحرير عدن هؤلاء سقطوا، يعني قوات ومعسكرات سقطت خلال ساعات من داخل شبوة بشكل كبير. وهؤلاء كان لولا الطيران الإماراتي الذي قصف الجيش اليمني في هذه الكارثة وفي هذه الإجرام الذي حصل. طيب فيما يتعلق بهذه الشعارات التي رفعت سيد أنيس منصور، فيما يتعلق بهذه الشعارات التي رفعت أثناء هذه يعني أثناء التمرد إن صح التعبير كما وصفته الحكومة، أسألك سيد ياسر اليافعي، يعني الحكومة اليمنية قالت إن أي اتفاق لا يتمسك بالثوابت الوطنية غير مقبول. في نهاية المطاف يبدو أن الانتقالي ما عاد قادرا على ما يقول عليه السيد أنيس منصور أو يصفه بالمزايدة بمسألة القضية الجنوبية والانفصال وفك الارتباط، وأنت تبدو الآن تتحدث على أن المعارك الجانبية يعني يجب أن تذهب بعيدا إلى أن يعني تستعاد صنعاء وما شابه. هل فشل الانتقالي في تحقيق ما يرفعه دوما وهي مسألة تحقيق الانفصال وفك الارتباط؟ بالعكس بالعكس، الانتقالي وضع رجله في الطريق الصحيح منذ تم إنشاءه وإعلانه قبل 3 سنوات، وبالتالي يمشي بثبات باتجاه تحقيق الهدف الاستراتيجي. هو لم يتحدث عن فك ارتباط ولا عن بيان رقم واحد آني. اليوم الانتقالي بعد توقيع الاتفاقية أو حتى الآن في ظل الحوار الجاري في جدة، يعني بات طرف رئيسي. كل السفراء لو تتابعنا أمس في أحاطة المبعوث الدولي تحدثوا عن حوار جدة، عن وجود مجلس الانتقالي، عن الطرف الجنوبي. المجلس الانتقالي تمكن من نقل القضية الجنوبية نقلة نوعية بعد إن كانت القضية الجنوبية في الهامش. هادي يختار له مجموعة من يعرفهم على أساس أنهم ممثلين للجنوب، علي محسن الأحمر يختار مجموعة من يعرفهم على أساس أنهم ممثلين للجنوب بعيدا عن الإرادة الجنوبية. اليوم الإرادة الجنوبية تحاور في جدة وفي الرياض، وسيتم توقيع الاتفاق بحضور عربي ودولي كبير، وهذا نقلة نوعية في القضية الجنوبية لم تحدث من عام 1900
1994، ولذلك تخشى الشرعيه او بعض اطراف الشرعيه من توقيع هذا الاتفاق، لانه سينقل المجلس الانتقالي. لكن سيد اليافعي، هناك اصوات جنوبيه كثيره مناهضه للمجلس الانتقالي، ويقول السيد انيس منصور ما لا يقل عن اكثر من 12 مكون جنوبي موجود على الارض يرفض المجلس الانتقالي. يا أخي الكريم، كل هذه المكونات هي المكونات التي فرقها عفاش، المكونات التي فرقها عبد ربه منصور هادي، المكونات التي فرقها العيسي، المكونات التي فرقها علي مسلم الأحمر، لا يستطيعون إخراج 10 نفر إلى الشارع. بينما الانتقالي لو تم لو دعا ماذا عن الفعاليات في المهرة؟ ألا تتابع ما يحدث في المهرة؟ ألا تتابع ما يحدث في حضرموت مثلا؟ هل 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 تابعت أنت هل تابعت ما حدث في المهرة قبل 3 أيام بالحشود الكبيرة التي خرجت تؤيد الانتقالي في المهرة؟ هل تابعتها؟ وهل نقلتها قناة بلقيس ولا تريد الصوت الآخر أن يصل؟ أخي الكريم، دعني أكمل حديثي بشكل عام. لو الشرعية كان ترى أن الانتقالي تراجع عن مطلب فك الارتباط كان وقعت الاتفاق يوم أمس وانهت الإشكال، لكن الشرعية تدرك ماذا ما بعد الاتفاق، وماذا ما هي المكاسب التي سيحققها المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي سواء كان ذلك من الدول الإقليمية أو الدولية، لذلك تتلكى في التوقيع، وفي الأخير ستوقع مرقمة لأنها تعلم من يدعم ومن يمول ومن أحضر المجتمع الدولي إليها، ومن أصدر القرارات الدولية، ومن دعم المنظمات الدولية، ومن يدفع إيجار قرف فنادقهم في الرياض. بالتالي سيوقعون وسيحصد المجلس الانتقالي مكاسب سياسية، وسينتقل بالقضية الجنوبية من طور أنه حزب متمرد لديه قوات متمردة إلى رسمي، وسيحضر أي حوار شامل لحل اليمن ممثل للقضية الجنوبية، وهذا أبرز ما في الاتفاق. لذلك الشرعية لن توقع، لكنها في الأخير مجبرة ستوقع، وسيحضر المجلس الانتقالي طرف رئيسي بعد إن كانت الشرعية تنكر أنه لا يوجد حوار في جدة. سيحضر التوقيع الملك سلمان، وسيحضر المبعوث الأممي، وسيحضر سفراء الدول الراعية المبادرة الخليجية، وسيعترفون بالانتقالي شريك أساسي في أي حوار قادم. وهذا كان أحد أهداف المتوسطة المدى للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل نصل إلى الهدف الكبير والأسمى في أي حوار شامل. أما الشرعية اليوم كل القوى الدولية تسعى إلى تقليص نفوذها، وسترى بعد فترة دخول طارق عفاش وأحمد علي في المعادلة أيضا. الشرعية فشلت، الشرعية فقدت ثقة المملكة العربية السعودية، فقدت ثقة التحالف العربي، فقدت ثقة المجتمع الدولي. بالتالي تقليصها وتقليص وجودها ونفوذها هو الاستراتيجية التي يمشي عليها المجتمع الدولي ودول التحالف العربي، وهذا الكلام نقوله وفق مؤشرات ومراقبة للوضع منذ 5 سنوات. هل تنكر سيد أنيس منصور ما يقوله السيد ياسر اليافعي من أن ما بات من أحد يؤمن بهذه الشرعية؟ في نهاية المطاف يقول السيد اليافعي هناك تأييد للمجلس الانتقالي، وسيستفيد المجلس الانتقالي من أي اتفاق، وسيكون معترفا به، وستوقع الشرعية مجبرة، وسيستفيد الانتقالي وداعمه. طبعا أنا أقول لك كل الخيارات ربما تكون واردة، لكن أنا أؤيده في نقطة واحدة، أنهم نقلوا المجلس الانتقالي من التمرد، واعترف أن المجلس الانتقالي متمرد، وأن الجيش المتمرد والمتمردين ونتقلوا إلى الإطار السياسي. أنا أقول لك هذا صحيح، وهذا هو الذي كنا نحن نحذر منه ونتحدث ونقول أن اليوم أنت تعترف بالمجلس الانتقالي العصبوي الجهوي المناطق المرتزقة للإمارات، غدا ستعترف بعناصر تنظيم القاعدة، بميليشيات وقطاع طرق، بخريجي سجون، بفوضى، أي فوضوي يمكن أن يعمل أي شيء ممكن أن تعترف به. وبالتالي هذا ما يريده الإمارات بضغط على المملكة العربية السعودية. موضوع الشرعية قوية، تنازل والذهاب إلى الشرعية من دليل ضعف الانتقالي. الشرعية تعامل معها المجتمع الدولي، جاءت الإمارات بوفق مع الشرعية ومع أجندة الشرعية، وسرعيت على أساس أنها في مواصلات الشرعية. ورقة واحدة وصوت واحد في الأمم المتحدة هز الإمارات هزا وأقلقها إقلاقا، بمعدى فما بالك لو كان هناك قرارا يستغني عن دور الإمارات وإبعاد الإمارات، وهو ما نطلبه. أنا ضد الشرعية في هذا النقطة، مع أني مع الشرعية لكنني أوقف ضدها في مسألة الارتهان للقرار السياسي أو للضغوطات من أجل تنفيذ أجندة الإمارات. ولا حل ولا مكتب ولا يمكن أن ينعم اليمن إلا بإخراج الإمارات نهائياً.
لأن الإمارات لكنك لديها للآن مشروع، لم تجبني لديها سيد أنيس أجهزة، منصور، لم لديها تجبني أطماع. إلى الآن على من تعول الشرعية، هذه الشرعية هل وأنا ترى أن مبرمج هناك الإمارات، الإمارات من هو الإمارات يؤمن بها بالتالي لن الآن؟ أجيبك. يا الشرعية تعول على دعم المجتمع الدولي والمجتمع المحلي والشعب والجيش والانتصارات التي لديهم، انتصارات سياسية وانتصارات متعددة، ويعول على دعم التحالف من قبل الإمارات. هذا هو الذي تعول عليه الشرعية، وهناك شرعية واضحة هي شرعية الشعب وليس شرعية العصابات يا أخي. هذا هو الحاصل الذي أريد أن أقول لك، مع أن نحن ضد الشرعية في مسألة الاستسلام للضغوطات السعودية، لأن اليوم التحالف بانت حقيقته، وهذه الحقيقة هي أن الموضوع ليس مواجهة الحوثي، عبارة عن تقاسم نفوذ وتقاسم جغرافيا وتفتيت اليمن. لا يريد، لا السعودية تريد أن يكون يمنا قويا، ولا الإمارات تريد أن يكون يمنا قويا، ولا أي خصم من خصوم الوطن يريد أن يمنا قويا. هم يريدوا يمنا الانتقال يقاتل الشرعية. الشرعية معها مشاكل متعددة ومتفرقة. هم يريدوا يمنا يكون كل قبيلة عبارة عن دولة، وكل محافظة عبارة عن يعني مكونات أخرى، وهكذا تتعدد المشاريع حتى يسهل اليمن. فهم لا يريدوا الجنوب، ولا حتى لو كان مؤمنين بانفصال الجنوب ويكون الانفصال عامل لاستقرار الجنوب فأهلا وسهلا، لكن الموضوع لا بعد. والمجلس الانتقالي قلنا لك ينفذ أجندة، ينفذ أطباع، يبحث عن مكاسب بعد أن فشلت الإمارات في البحث عن مكاسب على الأرض. طيب سيد اليافعي، تبحث عن مكاسب للطريق الشرعية. سيد اليافعي، يعني الآن لماذا بعد، يعني بعد هذا الحديث، إذا ما كانت المسألة هي الشراكة في إدارة المحافظات الجنوبية الالتفات إلى المعركة في صنعاء وهي المعركة الأهم كما تقول، لماذا إذن هذه الزوبعة التي حدثت في أغسطس وهذا الاستقواء بالسلاح؟ وفي نهاية المطاف من مات هم جنوبيون، شئنا أم أبينا، من مات في هذه الأحداث، من أصيب في تلك الأحداث هم جنوبيون في نهاية المطاف. لماذا حدث كل ذلك ما دام أن المراد في نهاية المطاف مشاركة سياسية؟ طبعا اخي الكريم، بس فيما يخص الاخ انيس، هو متناقض، هو يهاجم السعوديه، يهاجم الامارات، يهاجم الشرعيه، هو اصلا مش عارف ايش يريد بالضبط، وبالتالي هو مشوش مثل الشرعيه تماما، هو نسخه من الشرعيه. طيب فيما يخص لماذا، بقول لك لماذا يا اخي الكريم. سيد انيس منصور على الساده المشاهدين، واجبني على السؤال. نعلم جميعا ان الشرعيه قابت تماما عندما تحررت عدن ولحق وابين والضالع وصولا الى الحديده، لم يكن للشرعيه وجود، وكان من هو موجود القوات الجنوبيه بدعم من الامارات العربيه المتحده، كذلك حتى عمليه تطبيع الحياه وتطهير هذه المحافظات من الارهاب. بالتالي بعد ان تحررت هذه المحافظات وبدات يعني عمليه الاستقرار فيها وتطبيع الحياه وبقوات امنيه تشرف عليها دوله الامارات ومن ابناء الجنوب، شعرت بعض الاطراف السياسيه انها ستخسر، بعض قوى النفوذ انها ستخسر، فلجات الى تشكيل معسكرات داخل عدن لم تقاتل في اي جبهه من الجبهات، لم تحارب الارهاب، وكان هدفها الرئيسي السيطره على عدن وطعن القوات الجنوبيه التي تقاتل في الساحل الغربي وفي عمق الشمال للسيطره على عدن. وهذا الامر اعتقد هو كان السبب الرئيسي في حدوث ما حدث، بالاضافه الى ذلك عمليات الفساد. يا اخي ميناء الزيت خلال 10 ايام فقط بعد خروج قوات الشرعيه، الايرادات 2 مليار ريال خلال 10 ايام، ومن 3 ناقلات نفط 2 مليار ريال يمني، وبتصريح بالصوت والصوره لمدينه ميناء الزيت. طيب تخيل من 2015 كم دخلت شاحنات نفط تابعه للعيسي؟ بالله عليك هذا الامر يرضي اي مواطن يمني بغض النظر جنوبي او شمالي؟ فقط خلال 10 ايام 2 مليار، كم مليارات نهبوا؟ هل تريد هؤلاء ان يتركوا عدن بسلام؟ بالتالي هؤلاء هم من شكل قوى نفوذ داخل عدن، عباره عن معسكرات، عباره عن اصابات، عباره عن خلايا هدفها السيطره على عدن واثاره الفوضى حتى تبغى مصالحها. الموضوع في مليارات، في شركات طيران، في شركات اتصالات، في سيطره على ملف النفط، فبالتالي لن يتركوا عدن بسلام. هذه هي المعادله باختصار اخي الكريم. سيد انيس منصور، في نهايه المطاف الفساد هو ما يعني هو من يواجه اتفاق جدة، وهو من يضع العراقيل تجاه إحلال فعلي ل يعني رؤية
جامعة الآن على الأقل في مواجهة ميليشيات الحوثي، وفي نهاية المطاف يبدو أن المعارك، يعني يبدو أن البنادق التي لم توجه إلى ميليشيات الحوثي ستوجه إلى أماكن أخرى، ما رأيك؟ طبعا يا أخي أنا أقول لك، إذا كانت الشرعية إخوانية والشرعية تركية والشرعية فاسدة والشرعية مش معترف بها والشرعية مش معها المجتمع الدولي والشرعية سيتم، لماذا تذهب للتفاوض مع هذه الشرعية؟ هذه أولا. موضوع الفساد، ماذا صنع الانتقالي الآن داخل عدن؟ انقطاع انقطاعات كهربائية، قتلى، اغتيالات، فوضى، لا خدمات، لا رواتب، لا حياة، لا تصفيات عنصرية. يعني الآن المعسكر حق الضالع اللي يسمى بالزمرة أو الطغمة يصارع بنفس عنصري كل من ينتمي إلى أبين، كل من ينتمي إلى شبوة، اقتحموا بيوتهم. هل هذا الجنوب الذي نريده وهذا الاستقرار الذي نريده؟ لأن العيسي من أبين لا بد أن يحارب، لكن يأتي محسن النقيب من اليافع الذي كان وزيرا مع الحوثي فأهلا وسهلا به. انظر التناقض العنصري المناطقي، اليوم الإمارات تلعب على هذا الوتر، تلعب على الصراع القديم. القتلى الذين قتلوا أغلبهم من أبناء أبين، السجون التي هي مليانة الآن هم من أبناء أبين وشبوة. اعطيني واحد من الضالع أو من يافع أو من ردفان مسجون بأي تغمة، لا، هذا هناك نفس مناطقي عنصري ويعيدنا إلى المربع القديم الأسوأ والسيئ نحن لا نقبل به. أنا لابد أن أحتوي الجميع، مع أني أنا من جناح المثلث، من فريق الأخ ياسر وزميلي منذ الشباب، يعني منذ أكثر من 10 سنوات ويعرفني وأعرفه كثيرا، لكن لابد أن نقول نحن ضد هذا المصطلح وضد هذا السلوك. ألوية الحزام الأمني لا يوجد فيها أحد من أبين وشبوة، ألوية الإمارات كلها من محافظات أو من مناطق أو من قرى. الرئيس عبد الرب منصور هادي في الأخير أو في الخطاب الأخير حذر من المشاريع وقال ومشروع القرية، وهو المشروع القروي الذي يريد أن يحول المدن إلى قرية ويتحكم بها وإدارتها، وهذا ما يريدون وهذا ما كان. ما رأيك سيد اليافعي؟ طبعا الموضوع الحديث عن المناطقي هي أسوانة واستخدموها منذ 2015 وأيضا استخدمتها قوى الفساد، فكل ما شعرت هذه القوى بضعفها في مرحلة من المراحل عادت إلى استخدام ورقة المناطقية. يا أخي الكريم، الحزام الأمني موجود في أبين، موجود في لودر إلى اليوم، موجود في مودي إلى اليوم من أبناء هذه المناطق، موجود في زنجبار في قعار من أبناء هذه المناطق، موجود في عدن، موجود في الصبيحة، ويعرفوا مانيس منصور من أبناء مناطق الصبيحة. الحزام الأمني جاء في مرحلة حرجة، له إنجازات كبرى حققها أمن معظم المحافظات الجنوبية، وكان له دور كبير في حماية الحكومة عندما عادت، في حماية الرئيس هادي، في حماية المصالح الحكومية. أصلا هي قوات الحزام الأمني، قوات الدعم والإسناد، هي التي تحمي عدن منذ 2015، وهي التي تحمي أبين ولاعي والضالع وأيضا شبوة والمكلة. كل هذه القوات هي التي تحمي هذه المحافظات، فما الذي تغير؟ يعني ما حتى تشن عليها هذا الهجوم؟ طبعا للأسف بعض القوى السياسية المتنفذة وتحديدا حزب الإصلاح كل همه هو تدمير القوات الجنوبية، لا يريد حاجة يعني ذكر الاسم القوات الجنوبية. حتى عندما اجتاحوا شبوة وتعاملوا معاملة ميليشيا، معاملة إرهابيين في معسكرات النخبة، يا أخي أنت دخلت معسكر وفر الأمن والحماية للمواطنين خلال 3 سنوات، لماذا تنهب؟ لماذا تسرق أثاث هذه المعسكرات وأنت تمثل دولة، تدعي أنك تمثل جيش وطني وتنهب أثاث وأسلحة وحتى الحمامات الله يكرمكم ويكرم السامعين نهبوها من هذه المعسكرات؟ بالتالي يعني جيش وطني تتحدث؟ هم القوى السياسية التقليدية التي دمرت اليمن هي لا تريد قوى حية جديدة، قوى سياسية أو عسكرية أو أمنية جديدة تسيطر على المشهد، لا في عدن ولا في أبين ولا في شبوة ولا حتى في صنعاء ولا في حتى في الساحل الغربي. بالأمس طارق عفاش يدعو إلى وحدة الصف، وجدنا أن معظم الإخوان أو معظم النشطاء التابعين لحزب الإصلاح يهاجمونه لأنه دعا إلى وحدة الصف. فبالتالي الإصلاحيين وفريق الإخوان المسلمين لا يرون في اليمن إلا هم، ويرون أنهم هم يعني من لهم الحق في الحكم وفي السلطة، وهذا لا يختلف كثيرا عن يعني عن الحوثيين. فبالتالي كل الرؤية فيما يتعلق باتفاق جدة، وأسأل هنا السيد أنيس منصور، السيد اليافعي، فيما يتعلق باتفاق جدة الآن، يعني في نهاية المطاف حمل كان هناك ما قالت الحكومة أنه تمرد مسلح، وفي نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق مع من حمل السلاح بمواجهة الحكومة الشرعية، برأيك هل هذا يصب في مصلحة اليمن سيد أنيس منصور؟
لا يصب في سؤال وجيه. اولا انا اشكرك على هذا السؤال، وكنت اتمنى ان تسالني في بدايه الحلقه. طبعا هذا لا يصب في مصلحه الوطن، ولا في مصلحه الثوره، ولا في مصلحه التضحيات التي قدمها الشهداء. هذا انتقاص من حجم التضحيات، هذا تفريط بالثوابت الوطنيه، هذا خيانه، هذا معناه انك اعترف باي عصابات وباي يعني مكونات اخرى. طيب وبالتالي انت الان تحيي المشاريع الجهويه على حساب مشروع الوطن. وبالتالي لا. الامر الاخير انا اريد ان اقول لك، كان شماعه الاصلاح الاصلاحيين داخل عدن قد تم تصفيتهم بالاغتيالات بادانه امارات من قبل المنظمات، وهذا واضح. لم يعني ففي كل شماعه الاصلاح في المعسكرات والاصلاح طيب في الشارع وانت والاصلاح قد في اوضحت هذه النقطه والاصلاح من في قبل الدوله سيد انيس والاصلاح منصور. في الكبار في والاصلاح في النهايه عدن في كل يعني مكان. يجب علي في النهايه ان اوضح انه الان فيما يتعلق بهذا الاتفاق جده 64% من المصوتين غير متفائلين بهذا الاتفاق بنتائجه، وكذا فقط 36% متفقون. اشكرك في نهايه المطاف سيد انيس منصور الصحفي، كنت معنا عبر السكايب، وكذا السيد ياسر اليافعي المحلل السياسي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. شكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.